من هنا، من هذا السجن الكبير، حيث كل شيء يحكم بالنار والحديد، وتغتال الرصاصة كلمات الوليد والرشيد، وحيث يحيا المظلومون في كنف الظالمين، وما عليهم إلا أن يكونوا صما بكما ساكتين. من هنا خرج بعدما خدم سنوات في سجن العلم، بعيدا عن تغاريد الحرية الأولى، إذ لم يكن بين الذين كبروا وهللوا ثائرين، ولم يكن غائبا عن الثورة، بل كان وأمثاله ثورة، ثورة صامتة حبيسة تنتظر ساعة تصدع الجدران. إنها ثورة الجندي الذي يرضى أن يكون القتيل للقاتل والجريح للجارح، ثورة شاب شاهد بلاده تحترق ورأى أبناءها يقتلون برصاصة مفروضة عليه، إما أن يطلقها على المظلومين أو يطلقها عليه الظالمون، فكان اختياره أن يطلقها بيده على يده ليخرج بها حرا، مديرا ظهره إلى السجن والسجان من غير رجعة. هلا نحن في عنا هنا شباب تتواصل، يعني طبعا في عنا هنيك ناس عمال تتواصل معهم ومنأمن الشباب قدام القطاع. هنا عنا في القطاع في طرق آمنة عم ندله شلون انه يجي ومسيله تغطية، والحمد لله رب العالمين عم بصلوا في أمان. اسمي عبد الله كلبي، كنت أردن بالشام، ساكن أنا بحلب. يعني صار لي تقريبا شي 3 سنين خدمة، إجازات ما كانوا يعطونا، يعني اضطريت لحتى أوس حالي، وبحجة إنه أنا رصاصة طايشة إجتني على إيدي مشان يبعتوني على المشفى وأنزل نقاهة مشان نسق مع الشباب وإجي لهون. المهم اغتنمت الفرصة ومسكت البارودة وشمرت عن إيدي وأوستها. تم التواصل مع العسكري عبد الله ووافانا بالمعلومات الكافية، وبعد التأكد والحمد لله رب العالمين من وضعه بشكل كامل، تم تأمين دخوله إلى الجبهة من اقترف المناطق الغير محررة، وبمساعدة الأخوة المجاهدين تم رصد الطريق ووصوله بشكل كامل إلى المناطق المحررة والحمد لله. يلا يلا طبعا نحن بنقبل اي عسكري بيجي لما بيكون بتتحط له الصورة، بس بالنسبة لعبد الله اول ما وصل كان خايف كتير بسبب المعلومات الكاذبة اللي الجيش الأسدي بيزرعوا فيهم من أنه نحن إرهابيين وما أنه أولاد البلد. هن عم بيحاربوا على شيء ما عم بيعرفوا شو عم بيحاربوا، هن خاصة بدهم هن، يعني الجيش اللي عم بينزل من عندهم طرف النظام ما عم بينزل أنه ده عقيدة أو مبدأ أنه عم بيدافع عن وطننا، عم بينزل ليس الأمور حرامية بالشارع معقولي سبب والله بنقطع بوقت اهلي الله يحن عليهم شافوا لي يعني واحد من قرايبنا، وصارت الخطبه كلها على التليفون، قرينا الفاتحه على التليفون، والمحبس وقت وصيت واحد نزل على الشام نزل لي. فهو يعني كان متفاجئ كثير بوجودنا، واول ما برك معنا كان عنده شويه خوف، بس لما تعرف علينا وبرك وشاف
الشيء اللي هو تفاجأ فيه، يعني كان مبسوط كتير ومرتاح كتير والحمد لله. وتستمر رحلة الانشقاق في سوريا، ويستمر بحث الشبان عن الحياة. وما قصة هذا الجندي إلا حلقة ذهبية في سلسلة طويلة. فرحته بالنجاة لا يضاهيها إلا فرحة أبويه باللقاء. يكفيك أن تشاهد أبا يعانق ابنه بعدما يأس من حياته. هذا شاب آخر كان جنديا في جيش الأسد، وهو يصل إلى أبيه بعد رحلة انشقاق. الحمد لله على سلامتك.